عم بتفكروا تجيبوا كلب؟ قررتوا اي نوع بدكن؟ قبل ما تفوتوا حيوان على بيتكن لازم تحددوا المكان يلي رح تخصصوا له اياه، وما تنطروا لحتى يجي الكلب على البيت لتقرروا هالشي. عرفوا انه الكلب بده ميزانيه خاصه لإله كمان، للصابون، للاكل، ادويه، طعم. قبل ما يجي الكلب على البيت من الضروري تنتبهوا من كل شي معقول كلب يدق فيه، يكسره، او حتى يحطه بتمه. فتشوا على مدرسه لتدريب الكلاب، ولما نقول مدرسه تدريب مش يعني لكلاب الحراسه وبس، انما كل كلب لازم يتعود لمين يسمع، وين يعمل حاجاته، الاماكن اللي ما لازم يدخل عليها، وضروري هون مدرب محترف يعلمه اياهم. فتشوا على حكيم بيطري حد بيتكم، استشيروا مدربين لكلاب ينصحوكم بافضل نوع كلب لإلكم، واذا كان للحراسه، لجوات البيت، اذا كان عندكم اولاد صغار يما لا. اهم شيء تعرفوا انه الكلب هو مش بس صديق للانسان، انما كمان كائن حي بحاجه لتعتنوا فيه ومش تزهقوا منه بعد فتره قصيره. مين قال فكروا منيح قبل ما تقنوا كلب؟ انا قال بشوفكم بكره.